طب ده بس عشان خاطري. ليش نفسي؟ انت ما اكلتش حاجه من الصبح. ليش نفسي مش عايز اكل؟ اللي اسمه حمو ده قافل الموبايل. هتلاقيه مختفي بعد ما اتقبض عليها. اتفضل. عملت ايه يا صبري؟ تمام سعادتك، قلبت عليها الكوكب فص ملح وداب. يعني راحت فين؟ مش عارف. امال مين اللي يعرف؟ سعادتك نزلت اجيب لها الجزازه. يا صبري، طب بذمتك مش مبسوط من نفسك لما حته بنت زي دي تلعب بيك؟ ولا اعرف منين انها هتعمل معايا حركه زي دي برضه. هي عملتها. ما اشوفش وشك تاني غير وهي معاك، فاهم؟ تمام سعادتك. استنى يا صبري. سالت عليها في اسكندريه؟ سالت عليها اسكندريه كلها لسه ما وصلتش. طبعا مش هتظهر. تلاقيها مستخبيه في اي مصيبه هناك. تطلع لاسكندريه تقلب الدنيا عليها هناك. دور عليها عند اللي اسمه حمو او اللي اسمه صفوان ده. سعادتك هقلب عليها اسكندريه بيت بيت وشارع شارع لحد ما اوصل لها. صبري انت اللي في وشي، فاهم؟ فاهم فاهم سعادتك يا فندم. اتفضل. على اذنك. اتفضل يا فندم. حسام بيه فندم زار حضرتك. ازيك يا صبري؟ تمام سعادتك يا فندم. ايه اخبار الشقاوه ايه؟ لا يا فندم مش قوي. ايه مفيش شقاوه، احنا كبرنا بقى على الحاجات دي سعادتك. يا راجل متاكد؟ ايوه طبعا يا فندم، ولو في حاجه اكيد هتبقى اول واحد عارفها معاليك يعني. ولو ما عرفهاش اكيد هعرفها يا صبري. تمام سعادتك يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل. ماشي يا صبري، هنتقابل قريب باذن الله. سعادتك. اتفضل. ازيك يا حسام بيه؟ على فين يا استاذه؟ ما تحضرينا يمكن يكون لك راي. هو انت تعرفني؟ عز المعرفه. مش استاذه غاده برضو؟ ده انت حتى رقمك متسجل عندنا. هو مش انت برضو اللي بلغتي عنها لما كانت هربانه في بيت امها؟ مبدئيا كده لو سيادتك جاي تسال عن المتهمه الهربانه فانا ما عنديش اي فكره هي فين. الله، وانت عرفت منين انها هربت يا حسام بيه؟ قريت الفنجان. جرايه يا سياده المقدم، أنا بعت المحامي بتاع النيابة عشان يعرف معاد تجديد الحبس، هو اللي عرف كل حاجة وبلغني. عظيم جدا. يعني هي هربت لوحدها بمجهودها. ما هو مش معقول برضو يا فندم واحد في مكانة باشمهندس حسام هيعرض سمعته وحياته للخطر عشان واحدة زي دي. وليه لأ؟ ما هو عملها قبل كده. جابر الصعيدي هو اللي هربها قبل كده من المستشفى، مش أنا. هو كان فاكر إنها منار زيي بالظبط، الوضع دلوقتي مختلف. دلوقتي دي بالنسبة لي واحدة هربانة وتاجرة مخدرات. بعدين مش معقول يعني هو هيبقى مهربها ويروح يبلغ عنها. ولا من المعقول برضو ان اللي اعترفت عليهم هم اللي هربوها. يبقى في طرف ثالث. هو مين بقى؟ انت بتسالني انا؟ هو انا اللي طلبت يتعمل لها اختبار حمل؟ ايه العلاقه برضو يا فندم؟ علاقه انه طلب حاجه زي دي من هو يهربها. ناقص تقول لي كمان ان انا اللي بعت لها الاكل المسموم جوه الحبس. لا. دي عرفنا مين اللي عملها وحددنا الشخص وهنجيبه. ما تتعبش نفسك يا مربي. انا ما اعرفش مكانها ومش انا اللي هربتها. تمام. بص، المشكلة إن بيبقى فيه دايماً تفاصيل صغيرة ما بتاخدوش بالكم منها، زي مثلاً اللي حط النقاب في حمام النيابة، أو اللي عملوا الخناقة، أو صبري توكل المسجل خطر اللي ماشي معاك زي ضلك. أهو التفاصيل دي بقى إحنا بنركز معاها وبنمشي وراها لحد ما بتكشف لنا الحقيقة. أنا خلصت اللي عندي. لو في عند سعادتك حاجة عايز تقولها قبل ما أمشي يا ريت أسمعها. للأسف ما عنديش أي حاجة أقولها لك. أنا قلت كده برضه. يا حسام مش هينفع ما تجيش عشان خاطري. طب أقول لك إيه؟ تعالى نتعشى مع بعض ونفصل شوية من المكتب، أنا زهقت من المكتب أنا كمان. والله متأكدة إن إحنا هنوصل لحل ونوصل لها. سوري يا غدا، ولا في مود عشاء ولا في مود كلام ولا اي حاجه. طب خلاص بلاش بلاش نتعشى ولا نتكلم. تعالى هشغلك مزيكا واعمل لك درينك وهقعد والله العظيم مش هصدق ولا كلمه. ايه ده؟ النور قطع فجاه مش عارفه في ايه. غريبه. انت عايشه في منطقه سفارات يعني النور يقطع في اي حته في البلد الا عندك. معرفش اول مره يعمل كده من ساعه ما سكنت في الشقه. طب بقول لك ايه؟ هشوف في ايه واكلمك. يلا هستناك عشان خاطري. باي. يا ناجي.
ناجي يا ناجي. ايوه يا ستي هاده. انت فين؟ تعالى شوف النور ده قطع ليه. ايوه حاج جابر، ايه اللي فكرك بيا؟ هو انت لحقت تعرف؟ لا ده موضوع طويل قوي. طب خليني اقفل كده بس، هعمل حاجه وبعدين هكلمك. لا هرجع لك على طول، مع السلامه. ايوه يا ست غاده. تعالى شوف النور ده قطع ليه. ده المدخل كمان قاطع والسلم. طب اخلص. حاضر حاضر يا ست غاده. الله، ده بقيت العماره فيها نور، اشمعنى هنا يعني؟ انا عارفه ما تشوف فيه ايه. حاضر حاضر. يا خبر ابيض، ايه ده؟ السكينه بتاعت الشقه نازله. طب شوف هتعملها ولا هتجيب كهربائي ولا هتعمل ايه؟ اخلص. بسيطه. طب اشوف اجيب كرسي واجي اعملها. طب بسرعه يا ناجي، جاي للضيوف. حاضر 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 حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو النور جه. تسلم ايدك يا ناجي، شكرا. مش عايزه حاجه تاني استانم؟ لا شكرا، كتر خير. طيب انا هنزل اشوف المدخل والسلم كمان مطفيين. ماشي. كلتي؟ انت دخلتي هنا ازاي؟ مش مهم دخلتي هنا ازاي، المهم ان انت كلتي السم الهاري مطرح ما يسر يهري عندك. عقلي كده وخليكي حلوه. هو انت عملتي ايه؟ دوقتهولك سم الفران اللي قتلتي بيه اخويا، انت عايزه تقتليني بيه؟ انت بتعملي ايه؟ انت ميته ميته خلاص، انت بتطلعي في الروح. انت هتستقوي عليا؟ ده انا رجاله بشنبات كنت بجيبهم تحت رجلي. عايزه اشوفك بتتوجعي زي ما اخويا كان بيتوجع. حسي باللي اخويا كان بيحس بيه. عمل لك ايه؟ حرمتيه يشوف ابنه ليه؟ وتسيبهولي؟ سيبهولي يكون سندي في الدنيا، سيبهولي استقوى بيه وقف وش حمو. انت مجرمة. انا مجرمة؟ انا مجرمة؟ امال انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت دمرتي حياتي، خربتي بيتي، قتلتي اخويا، وكنت عايزة تقتليني، كل ده ليه؟ ليه؟ عشان مين؟ عشان مين؟ ما هو مش مركز معاك يا عسلية، بتعملي ده ليه؟ هيتجوزك مثلا؟ اسكتي اسكتي. وكده عايزة اسمع اهاتك، صرخي كمان، قطعي كمان، عايزة اشوفك وانت بتتقطعي. حرام عليكي. حرام عليا؟ مش حرام عليكي لما قتلت اخويا؟ بطني بتتقطع. وعاملين عليا تمثيلية وجايبين لي البت تقول انها حطت السم بالغلط. طبعا انت شركته في كل وسخاته، لازم يدري عليكي. اطمني، انا عرفت كل حاجه. ايوه كده، سمعيني احلى اهات. حسي باللي اخويا كان بيحس بيه. حسي. حبيبي عمر، دمك ما راحش اخضر. النهارده جبت لك حقك، جبت لك حقك يا عمر.